كما نشر جهاز الأمن الوطني اعترافات خلية إرهابية شارك أعضاؤها باستهداف الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار والمناطق الحدودية. كلفونا بعملية فطلعنا عليها. العملية تقريبا تقع بالصحراء بين الصينية وقضاء عراوة، فانطوني يعني سلموني كلاشينكوف وزي قندهاري وجعبة بيها 3 مخازن. استهدفت منو؟ ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي. بعد ورا ما تقريبا العملية طولت من 3 إلى 4 ساعات، انقتل من التنظيم تقريبا 14 إلى 13 نفر. بعد الغزوة الأولى بشهر كلفونا بغزوة ثانية اللي على الحدود السورية العراقية على ثكنة عسكرية. تقدمت القوة اللي احنا طالعين بيها، اشتبكوا وياهم تقريبا من 4 إلى 5 ساعات، انسحبوا وهم من عندنا خسار تقريبا 8 لو 6. جابوا 3 غرباء للمدينة قايمين عليهم الحد، وانا شفت وياهم واقف من المشاهدين لهم ونفذوا بهم 3. انطاني الكونية مالتي ابو معتصم، وانطاني البدلة مالت زي القندهاري لون صحراوي. قمت بأول عملية على معمل الاسفلت في منطقة الجرايشي، أنا والعدد من الأخوان وياي، كنا نحمل سلاح كلاشينكوف وبكيسيات. هجوم على مركز شرطة الولاء كان بقيادة أبو عبد الله. بايعت على إيده، وقمنا يعني نروح نزرع عبوات في الطريق الصحراوي. نزرع العبوات على الورم، ما نزرع العبوات كملنا، بدينا نراقب يعني العبوات تنفجر على الجيش.